على اي حال خلينا نروح معاكم ل يعني خبر اخر. والسوشيال ميديا امس تفاعلت مع اذاعه التلفزيون المصري لشعائر صلاه الجمعه من مدينه نويبع في محافظه جنوب سيناء على الهواء مباشره. خطبه الجمعه من نويبع كان فيها رسائل مهمه جدا، منها ان الدوله ماشيه على خطى التنميه الشامله في سيناء وفي كل مجالات التنميه، بتبني وبتعمر وبتفتتح مساجد وكمان بتقيم مشروعات كبيره ومشروعات عملاقه. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ونحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الصديق بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، لننقل حضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الجمعة. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إذاعة التلفزيون المصري لشعائر صلاة الجمعة من مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء على الهواء مباشرة. وجاء تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع إذاعة صلاة الجمعة من نويبع باعتباره رداً على الأحداث الأخيرة بسقوط طائرة دون طيار على طابة ومقذوفة في مدينة نويبع. الحمد لله الذي شرف سيناء بذكرها في كتابه العزيز، فقال سبحانه: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. خطبة الجمعة من مدينة نويبع حملت عدة رسائل هامة، منها أن الدولة هنا من قلب سيناء الحبيبة العامرة، وفي ضوء خطتها لتنمية سيناء تنمية شاملة في كل مجالات التنمية تبني وتعمر، فسيناء التي رويت بدماء أبائنا وأجدادنا لن تكون مرتعاً لأحد، ومن يظن أنه يمكن أن ينال منها موضع قدم فهو واهم، وأن دماء الأبرياء ستكون كابوساً على من سفكها أو من ساهم في سفكها تلاحقه في يقظته وفي نومه وفي دنياه وآخرته. وعلى صعيد المتصل، فمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة قال إنه جرى افتتاح 3 مساجد بجنوب سيناء الجمعة، إحداها مسجد الصديق بتكلفة 20 مليون جنيه مناصفة بين المحافظة ووزارة الأوقاف، ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود الدولة المصرية في عمليات التنمية الشاملة لسيناء التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن، حيث عكفت الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية في سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. وقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً متزايداً بسيناء، وفي عام 2015 تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتنميتها، كما زادت قيمة الاستثمارات العامة للمشروعات 15 ضعفاً، ولعب أهالي سيناء دوراً في توسعة قناة السويس، وأيضاً أهالي سيناء ساهموا في استصلاح الأراضي والتصدير. وقد عكفت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 وحتى اليوم وفقاً لتكليفات القيادة السياسية على التركيز على استمرار عمليات التنمية الشاملة والقطاعية في سيناء بما يساعد على تمكين الفئات المهمشة ويوفر المزيد من فرص العمل لمواجهة التداعيات الاقتصادية والإقليمية الراهنة. وكشفت أرقام رسمية عن تخصيص الحكومة من الموازنة العامة وتحديداً من الخطة الاستثمارية للدولة خلال 8 سنوات ما يقارب من 750 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية على أرض شمال وجنوب سيناء شملت أكثر من 25 قطاعاً تنموياً. ووفقاً للتقارير الرسمية، فإن مشروعات التنمية في مدن سيناء تستحوذ على نسبة 2.81% من إجمالي المشروعات القومية المقدرة بنحو 7545 مشروعاً على مستوى محافظات ومدن مصر. وبلغ إجمالي المشروعات المنفذة في الفترة من 2014 حتى 2022 على مستوى شمال وجنوب سيناء نحو 212 مشروعاً، لتحتل سيناء المرتبة رقم 18 في ترتيب المشروعات المخططة بمختلف مدن ومناطق الجمهورية، وباستثمارات كلية تبلغ 122.144 مليار جنيه بما يعادل 4 مليارات دولار.